هي جيت. أمك ليش رافضة العلاج؟ بسبب فرهاد. مفكرة إنها عم تعاقب حالها، بس مو هاد الحل. هي ما عم تسامح حالها لأنه أخي ما عم يسامحها. طيب ليش ما تقول لفرهاد عن مرضها وعن الشي اللي عم بتعيشه؟ بركي بينسى الماضي بقى وبيوقف جنب أمه. جلسوم قالت أمي ما بدها حدا يعرف شي. فرهاد لازم يسامحها، لازم يسامحها من قلبه، مو لأنه شفقان عليها. وقتها رح تقبل تتعالج. شو رح تعمل لكان؟ ما بعرف، بس أنا لازم لاقي شي طريقة لأجمع فيها فرهاد وأمي. ما في غير هالحل حتى تقبل تتعالج. رد عليه، بيكون قلقان عليك. ألو. نعم. شو أخبارك؟ منيح. نحن هيك صرنا هلأ؟ لا نلتقي ولا نحكي سوا؟ لا، هيك من هلأ ورايح. يعني اعملوا شو ما بدكم، بس لا تقربوا علي، مو هيك؟ قديش هالشي حلو؟ كأنه نحن ما زعلنا ولا صار معنا شي، لأنه نحن مو بشر. نحن ما زعلنا، نحن ما بكينا، ما صار شي لعائلتنا بالمرة. حياتنا حلوة كتير. ايه هيك بالضبط، حياتكن كتير حلوة يا أخي. اختفي هلأ قبل ما عصب أكتر معني معصب. انت على طول بتهرب، انت واحد جبان أصلا، هاي عادتك دائما. إذا طلعت لك مشكلة بتهرب إذا ما قدرت تواجه. سكوت. حكي كذب. انت بتهرب وقت ما بتقدر تواجه. كتير حلو والله، الحديث والمواجهة بدن قلب قوي، وانت ضعيف وما عندك قلب. يا سلام، كنت مفكر كل هالمدة إنه أخي كبير وقوي، بس للأسف طلعت غلطان كتير. انت شو بتعرف عني؟ منين بتعرف شو اللي انا عشته؟ انت بتعرف نحنا كيف عايشين؟ بتعرف شو هي مشاكلنا؟ اكيد لا، لانه انت واحد اناني وما بتشوف حدا غير حالك. شو يلي انت عشته احكي لي؟ يلا فضفضي عم اسمعك. يا جيت اصلا شو شاف من الدنيا لحتى ضاع فيها؟ يلا قلي احكي. رح اقلك، اكيد رح اقلك، بس اكيد ما رح اقلك هالحكي على التليفون. تعال تعال نحكي. انا جاي استناني. فرهاد استنى، لا تروح، على القليلة اهدى وبعدين احكوا. لا بدي احكي معه هلا، واضح انه عنده مشكلة. طيب ماشي، بس على الأقل خلينا نروح نبدل تيابنا، شوف منظرنا كيف. شو عملت؟ حكيت معه رح يجي؟ رح يجي. وكيف اقنعته؟ خليته يعصب، جاي حتى يحاسبني، ما رح يمشيها هيك. بلكي صارت الأمور أسوأ. جيت بلكي زعلتوا من بعض. لا تخافي، تأكدي ما رح يصير شيء أسوأ من اللي صار زمان. رح حاول حل كل المشاكل. ماشي. يا ريت كل الأمور تنحل، لو يلتقى شي حل. رح نحلها إلا ما نلاقي طريقة. أنت لا تاكلي هم. دير بالك مني. ماشي.